القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ، هكذا وصف الأديب والمفكر المصري طه حسين الحالة الأدبية في الوطن العربي. ففي العراق يقضي المواطنون ساعات في المكتبات لتصفح الكتب نظرا لعدم تفعيل شراء الكتب عن طريق شبكة الإنترنت حتى الآن. ويتوافد مخرج الأفلام والموسيقيون والرسامون في أيام الجمعة على شارع المتنبي الذي يعد مركزا للحياة الثقافية في العراق منذ عقود. الشارع الواقع على ضفاف نهر دجلة حيث اعتادت عشرات المتاجر والعربات عرض الكتب يشهد ازدهارا منذ تحسن الوضع الأمني في بغداد. الناس يقرؤون كثير، القراء هم يعني غير محصورين بفئة عمرية معينة، وإنما الشعب العراقي بشكل عام يقرأ. ربما مرت في ظروف معينة حقيقة صعبة أثرت سلبا على مستوى القراءة، لكن بشكل عام مستوى القراءة هو مستوى قياسا ببقية الدول ومستوى مقبول إلى حد ما. لكن البعض يرى أن المواطن العراقي لديه احتياجات أشد إلحاحا من الكتب، فالنجاة من المصاعب الاقتصادية والتضخم أولويات تتقدم على القراءة. هسه حاليا يعني نقول نسبة قليلة يعني لكون الانتخابات على الضوء السياسي اللي هسه حاليا موجود بالبلد. من تشكل الحكومة راح يتغير جميع الحركة الاقتصادية اللي موجودة بالعراق طبعا. بس الأخبار يعني مو مثل السابق. وفي الوقت الذي يزداد فيه عدد المكتبات تتغير خريطة القراء في العراق، إذ أصبح أغلب المترددين على المكتبات من كبار السن، بينما المشترون الشباب عادة ما يكونوا طلابا يجهزون رسائل علمية.